جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جلست في مجلس لم يلتزم الجالسون فيه بذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أذكر الله وصليت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، فهل يكون عليك إثم إذ جالستهم أم تكون على غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن الذكر كان في نفسي. الحمد لله، ذكر الله في نفسك أو بلسانك خير طيب، وقد فعلت ما هو المشروع، ولو أنك وعظتهم وذكرتهم وأمرتهم بذكر الله عز وجل وذكرت لهم أن المجلس الذي لا يذكر الله فيه أن أهله يقومون عنه كما لو قاموا عن جيفة الثمار كما جاء في الحديث، لو ذكرتهم بذلك فكان ذلك أحسن من أنك تسكت عنهم. نعم.